حكايات الشعب والوطني والحرية. كان يا ما كان، كان عنده بس أمل أنه بتمرق هالصيفية وبتنحل الأزمة وبنرجع عبيوت. ضخم كتير، بقلو عفتش على جزدانة. ايه هيا جزدانة بدي روح السوق. لا روح عغرفتك. الله كل ما اقول لك ايه بتحلي روح عغرفتك. ما رح اتحدث انا وياك لاني مسافر شي اسبوعين ثلاثه، مسافر لبعيد لبرا، بتعرف لوين؟ مطرح ما هي بلادك. انا السلطان، انا ملك الارض والسما، لما امشي القمر بيمشي من، ولما اوقف القمر بيوقف من. صار يمشي ياكل ويزد، ياكل ويزد. اشتري الفول أول شيء. أنا بعتبر أنه الحكاية والحكايات هو جزء لا يتجزأ من التراث. حضور الحكاية بالحياة هو كتير شيء مهم، لأنه يعني بيعرف على التاريخ والذاكرة بينعشهم. الحكاية شيء كتير أساسي بالحياة وبيغير كتير، يعني إذا منشوف عبر الأزمان قبل والتطورات اللي مشيت، فالحكاية كتير كان لها وجودها بحياة الإنسان. الحكاية تسكن باللاوعي تبع الإنسان، وهي تعطيه وعظة أو تعطيه درس أو ما بتعطيه، تسعده بطريقة كتير حلوة ويمكن ياخد منها اللي بده إياه. فبتكون أنت عم تقدم شيء كتير حلو وتواصل إنساني بوقت صارت الناس قاعدة كل الوقت مع التليفون مع شيء، عم تعطي تواصل إنساني، عم تعطي سعادة للآخر، فبالتالي شغلة كتير حلوة. كنت أسمع ستي أنا وصغيرة تحكي حكايات، وبلشت أحكي الحكايات من 2004، ومن كتر ما هيدا الفن صار جزء مني كملت كل حياتي كحكواتية، حتى بدراستي الأكاديمية وبالماجستير وبالدكتوراه. وكيف ما برمت بحس حالي اللقب الأجمل لإلي أو الأقرب إلى قلبي هو حكواتية. شارك بمهرجان سور الأول فعلاً للحكواتية، نحن هذا كان يعني هدفنا من زمان، يعني هو الحكواتيين موجودين بشكل كتير مثل ما بيقولوا خجول بلبنان، ما في لهم دعم كتير. وهلأ يعني بعد المونودراما مونو، هلأ اسطنبولي يعني فتح مجال لأنه يعني تتوسع باب الحكاية، يتوسع باب الحكاية، ويتشجعوا الحكواتين أنهم يعبروا عن وجودهم. مثل ما المسرح والستاف الموجود فيه عم بيبذل هذا المجهود الكتير كبير لينظم ويرعى ويهتم انه يكون هذا المهرجان موجود ويبدا، نحن كمان كنا مهتمين انه على الاقل نشارك هذا الفريق تعبه وجهده ونكون جزء من هذا المشروع وجزء من هذه المبادره اللي نتمنى انه تستمر لسنين لقدام ان شاء الله. يعني انه الثقافه بخير، يعني البلد بخير، انت اللي بتكون عم تعمل نشاطات ثقافيه يعني بعدك بخير، بعدك قادر تعطي، لانه انت عم تعطي شيء حلو، عم تعطي امل، وخصوصاً حكايات. قد ايه في ثقافة الحكايات، يعني كل شخص او كل حكواتي جاي من منطقة من بيئة مختلفة وعم بيحكي حكاية اللي هي من تراث مختلف، ان كان فلسطيني او عراقي او لبناني وغيرها، فكان هذا شيء كثير حلو، تجربة مهمة، تعرفنا على بعض، وحتى هالناس رجعنا هيدا الشيء للعالم، يعني العالم كانت تفتقر للحكاية الشعبية القديمة، فحلو نرجع شوي لو بخطوات بسيطة نرجع هذا التراث. دائماً الناس البعيدة عن المدن بتنظر لأنه كل شيء فنون مركزية بتصير تحت، وهذا الفن للناس، للشعب، للناس اللي هي بتجي بتقعد هيك بالقهاوي والبسطات وبتتسمع وبتحكي لبعضها أكثر بكثير، بيشبه أهل القرى والمدن البعيدة أكثر من المدن المركزية. حسيت الأولاد كثير سمعين عند الدان بيسمعوا، حتى الأهل وتجاوبهم يعني، وحتى تفاعلهم معنا يعني أعطانا بوش أب، يعني أعطانا شيء باور كتير منيح، وأنا يعني كتير انبسطت لما كانوا متفاعلين معي وأنا مني أحكي كمناطق، غير أنه بيروت دايماً العاصمة بنعمل كتير مهرجانات بس دايماً بيتدوى على العاصمة أكتر، فكمناطق يعني بلبنان يعني عن جد يعطيكم العافية. نحن الحكواتية اللي بنسمع أخباركم وقصصكم ووجعكم وفرحكم وقصص ستي وجدي وستاتهم وجداتهم لحتى نرجع نحكي لكم اياها، بس بطريقه ملكوكه بطريقه الحكايه.